فيل بمنافسات سلع ضمن البقاء. أبرز حوار جمع في كلاسيكو مثير الملعب التونسي بنادي حمام الأنف. الانتصار شعار الفريقين للابتعاد عن المراتب الأخيرة. جماهير البقلاوة بعدد غفير. سليم الجديدي حكم اللقاء، أول لقاء للمدرب بشير مع نادي حمام الأنف، ودقيقة صمت ترحما على روح الفقيد الطيب جبالي لاعب سابق بالملعب التونسي سبقة الكلاسيكو. على المرزوق حاول مباغتة، سدد من بعيد كرة جانبية لمرمى حمزة الباهي. الموريتاني إسماعيل جاكيتي يجيب، شوفوا العملية، رغم المتابعة من هاشم عباس يسدد في زاوية صعيبة، يغالط حمدي الكسراوي ويعطي الأسبقية للهمهامة في الدقيقة 15. الملعب التونسي يبحث على تعديل النتيجة، رأسية من حاتم البجاوي ما شكلت حتى خطورة. ثم محاولة من على المرزوقي، يتيح ويطالب بضرب الجزاء. دقيقتين وقت بدل الضائع في الشوط الأول ما غيرت شيء، الأسبقية لنادي حمام الأنف هدف لصفر. الشوط الثاني بدأ بكرة ثابتة نفذها معين الشعباني في دين حمدي القصراوي، ثم الخطير السريع إسماعيل جاكيتي كاد يسجل هدف ثاني، فرصة كبيرة تضيع. أليكس يجيب بتسديدة من بعيد في دين الحارس حمزة الباهي معوض العربي الماجري. 63 دقيقة لعب، شوفوا الخطأ المرتكب من هاشم عباس، جاكيتي يستغل الهدية ويضيف هدف ثاني ليه ولنادي حمام الأنف. فرصة تذليل النتيجة تضيع بعد محاولة من علي العابدي. ضغط البقلاوة تواصل، فرصة أخرى الإمضاء هاشم عباس، ثم علي العابدي سدد كرة رأسية، البحث على الهدف متواصل. الضغط كبر وفرصة أخرى تضيع على البقلاوة بعد تدخل من فهمي بن رمضان، وهذه محاولة للمباغتة من مهذبي فوق مرمى حمدي القصراوي. إصرار البقلاوة على التهديف كبير، كرة أولى من حاتم البجاوي على القائم والثانية من علي العابدي في الشباك، 2-1 لنادي حمام الأنف في الدقيقة 83. البقلاوة حاول التعديل النتيجة لكن إصرار الهمهامة كان أكبر على الخروج بنقاط المباراة. J'avais laissé la Mauritanie pour jouer ce match très important pour le club sportif d'Hammam Lif. Oui, oh, j'ai pas laissé la Mauritanie, je parle 9 Inch'Allah. Mais cette match-là, c'était important pour le club, c'était important pour moi-même. On a fait des matchs, on n'a pas pu gagner. Mais ces matchs, c'était le final pour nous.